قبل ما الفيديو ده يا صديقي ما تنساش انك تدعي لاخواتنا الابطال اللهم انصرهم اللهم احفظهم اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم امين قبل ما نبدأ الفيديو يا صديقي ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ملخصات افلام الرعب اللي بعملها وكمان عشان يوصلك كل ملخصات مسلسلات الرعب اللي بعملها لان الفتره الجايه هيبقى في مسلسلات رعب كتير جدا فيلا ما تضيعش وقت اشترك بقى واعمل لايك واعمل تعليق على الفيديو عشان ده بيساعد الفيلم ده واحد من الافلام الحلوه اللي بتفكرني بسلسله افلام رونجتيرن اي فيلم بيفكرني بسلسله افلام رونجتيرن فانا لازم احبه الصراحه تشيكيز تب يلا بينا بيبدا في المنع بظهور بنت بتجري في الغابه بالليل والدنيا كانت ضلمه وبيكون شكلها متبهدل جدا ساعتها بيجي من وراها شخص اسمه جيرارد وبيحط ايديه على بقها وبيقول لها اهدي مطلعي الصوت ما تطلعيش صوت ما تخافيش انا مش هاذيكي وقتها بنشوف مسخ بيتحرك في الغابه وبيصدر منه صوت زي صوت الفار كده وكان بيدور عليها اما بيبعد عنهم شويه جيرارد بيسالها هي كت المكان ده ليه فقالت له كنت جايه في رحله مع اصحابي وبتقول ان كلهم ماتوا بطرق بشعه جدا فجيرارد قال لها انا لقيت مكان تحت الارض تعالي نستخبي فيه لان اكيد المسخ ده مش هيعرف يوصل لنا هناك اما بيوصل المكان ده بنكتشف انها مستشفى مهجوره تحت الارض ساعتها بيسمعوا صوت صوصوت الفيران كده برضه بيفهموا ان المسخ ده موجود هنا ده خاف جدا وجري على اوضه كده واستخبى تحت السرير ولكن لسوء حظ صديقي بيلاقي عدد كبير جدا من الفئران ظهروا فجاه وهجموا عليه وفضل ياكلوا فيه لحد لما يموت حرفيا وبالنسبه للبنت فبتكون دخلت اوضه العمليات وهناك بتلاقي صاحبتها متكتبة في السرير ووشها مشوه ومقتولة ساعتها بيجي ثلاثة من المسوخ بيهجموا على البنت دي وفضلوا يقطعوا جسمها بمخارجهم وبيخرجوا أحشائها بره جسمها حرفيا وأكلوها والمسوخ دول يا صديقي عبارة عن بني آدمين متحولين لفئران كبيرة وكمان عمي ومش بيشوفوا وبيقدروا يصطادوا ضحيتهم عن طريق حاسة الشم والمستشفى دي تبقى المخبأ بتاعهم اللي بيجيبوا فيه الضحايا عشان يتسلوا عليهم بننتهي بعدها المشهد لبنت اسمها آبي وبكون مدمنة مخدرات بنشوف إن ال لارين وكاث اللي هم ابوها وامها بيحاولوا يساعدوها تبطل تعاطي وكده لكنها بترفض المساعده دي وكمان مش عاوزه تعترف انها مدمنه فبيجربوا يخلوا لورا صاحبتها تنصحها تبطل فبيكون عنيفه جدا مع لورا هي كمان ومش بيتقبل منها النصيحه خالص وبالنسبه لاخوها مارك فبيكون مش طايقاه من غير حاجه كده لله وبعد محاولات كتير من النصايح اللي كلها بايت بالفشل في الاخر لارين بيجالها اخصائيه نفسيه في البيت عشان تعالجها من الادمان الاخصائيه دي بيكون اسمها كارا وبنشوف الجماعه كلهم بيحضروا جلسة جلست العلاج وكارا بدأت تسأل أبي عن حالتها النفسية وبتحب إيه وتنزعج من إيه فأبي بتستنكر برضو إنها مريضة ومدمنة ومش بتجاوب على أي سؤال خالص وبتقول أنا كويسة ولكن لا ولا لارين ولا كيف يهتموا بكلامها وكارا بتقول ان اول خطوات العلاج لازم تبعد عن البيئة السامة اللي عايشة فيها وبتقول كمان انها هتاخدها فترة كده ويقعدوا مع بعض في كوخ بعيد عن الناس والانترنت وكمان الديلر بتاعها بتقول لبقية العيلة لو حابين تسيجوا انتوا كمان تغيروا الموب بتاعكم وتعالوا فالجماعة بيتحمسوا جدا وبيتفقوا انهم هيطلعوا معاها الطلعة دي وكل الاتفاقات والخطط لعلاج ابي دي بتم برغم ان ابي نفسها رافضة كل ده ولكن من الواضح ان رأيها ملوش 30 لازمة وعلى تاني يوم الجماعة اخدوا بعض وراحوا على كوخ واستغابة كبيرة حيث الهدوء والاستجمام وأول بيوصلوا كارب بتاخد منهم موبايلات وبتقول لهم إحنا جايين هنا ننظف دماغنا شوية بعيد عن الأخبار ودوشة الإنترنت وبعد ما بيدخلوا الكوخ كاره بتلاحظ إن العالم مهمومة جدا بسبب الحال اللي وصلت لها أبي وبتحمل نفسها الذنب لأنها ما كانتش بتراقب تصرفاتها كويس من بدري لكن كارب بتقول لها ده مش ذنبك أبدا وبتطمنها إن أبي هي تتعافى في أسرع وقت وتقولها كمان خدي بالك هي هتبقى عنيفه وسلوكها ضعير شويه ما دي هتبقى عرض الانسحاب مش اكتر ومش عايزه حد منكم يتضايق من كلامها ابدا يعني من الاخر اسمعي وطنش بعد ما بتخلص كلام بتقول لها انا اروح اعمل شويه مكالمات تخص الشغل عند اطراف الغابه كده عشان اربط شبكه ساعتها بتاخد العربيه وبتمشي ولكن في سكه كده العربيه بتقطع منها صديقي اما بتنزل تبص عليها بتلاقي اسلاك شائكه ملفوفه على فرده الكاوتش فبقت تشد الاسلاك دي وللاسف ايديها بتنجرح فبتروح تجيب شنطه الاسعافات من شنطه العربيه في اللحظه دي بيظهر لها المسوخ الثلاثه وبيصطادوها في الوقت ده بنشوف اهبي نايمه في اوضتها وحالتها النفسيه سيئه جدا فلورا عشان تخليها تفك كده عرضت عليها يلعبوا طاوله لكن انا ما كانتش طايقه حد فضلت تجرحها بالكلام وتقول لها ما تعمليش نفسك خايف عليا انت تعملي كده عشان تحسسي اللي حواليكي انك صاحبه جدع وكده مفيش منك اتنين طبعا لورا بتنزعج من كلامها جدا وبتخرج تقعد مع بقيه العيله وحكت لهم الكلام اللي ابي له وكانت متضايقه جدا منها فكيف بيقولها لها ما تزعليش دي تصرفات طبيعيه لان دي عرض الانسحاب وبيكون ساعتها مزاجه مش تمام وبيقول لهم هخرج بره اشرب سيجاره ساعتها ابي بتغفلهم كلهم وبتنط من شباك اوضتها وخرجت تشم شويه هواء ولكن كيث بيقفشها هواية بتتسحب من وراها ولكنها بتجري منه وتدخل جوه الغابه فكيث جري وراها وفضل يفتش عليها لحد لما بيلاقيها وكالعاده ابي يكون متضايق انهم جابوها هنا غصب عنها ومش طايقه حد فيهم وفضلت تجرحه بكلامها ولكن كيث حاول يفهمها انهم بيحبوها جدا وبيعملوا كل ده عشان مصلحتها أصل لما بيتكلم معاها بيجي المسخ يحدف عليهم سهم وبيطعنوا في ظهره ساعتها كيث وقع في الارض وبقى ينزف دم كتير جدا اما ابي فكانت ومرعوبة جدا ومش عارفة مين اللي عمل كده لأن الدنيا ضلمة وجيت شايفة حد ففضلت تفوق كث واخدته ومشي من المكان وفي الطريق بيلاقوا عربية كارة وبيفتكروها هي كمان موجودة ولكن أما بيوصلوا العربية مش بيلاقوها فآبي دخلت تدور العربية ولكنها مش بتلاقي المفتاح ساعتها بيجي اتنين من المسوخ واحد هاجم على كيث والتاني هاجم على ابي وقتها لارن بكون اكتشفت هروب ابي من الكوخ وكمان بتلاحظ ان كيث اختفى هو كمان فبتبعت مارك ولورا بكشافات يفتشوا عليهم في الوقت ده بنشوف ابي مربوطه في كرسي جوه المستشفى ومعاها كيث وكارا كارا بتكون حياتها صعبه جدا لان المسخ خيب بقها حرفيا ورشق السهم في عينيها وكمان ما اكتفاش بكده لا ده رش على وشها ميه نار حرفيا وشوهه تماما اما كيث فالمسخ الثاني فضل يجرح جسمه بالمخالب وكان وكمان خزقله عليه الاتنين وبعد كل التعذيب ده ضربه بالشاكوش على دماغه وفرتكه حرفيا ساعتها ابي كانت بتوصل من ورا بسبب المناظر البشعه اللي بتشوفها دي فاستجمعت كل قوتها وفكت نفسها من الكرسي وجرت من المكان ولكن يا صديقي المسوخ مش هيسيبوها خالص تخرج من هنا بالسهوله دي فضلوا يشمشموا ويشمشموا يفتشوا عليها في كل مكان ساعتها ابي دخلت القبو وبيكون موجود جراكن بنزين فمسكت واحد منهم تحمي نفسها بيه اما لات المسخ بيقرب منها وهو بيقرب من وشها مش بيشم ريحتها لان ريحه البنزين كانت اقوى من ريحتها ساعتها ابي اخذت بعضها وجريت على اوضه تانية. هناك بقى بتلاقي خريطه المكان ده وعرفت باب الخروج. ومنين؟ برغم ان المسوخ كانوا حواليها في كل مكان، الا انها عرفت تهرب منهم وخرجت بسلام وبتقف في وسط الغابه تستوعب اللي حصل ده بجد ولا بتهلوس ولا ايه، ولكن ساعتها بتسمع مارك ولورا بينادوا عليها، فجيت في اتجاه الصوت، اول ما شافتهم انهارت وبقت تعيط وبتقول لهم لولا نمشي بسرعه دول جايين عشان يقتلونا، فالشباب اخدوها ورجعوا البيت. وبرغم شكلها المتبهدل والدم اللي على جسمها ده الا ان مارك العبيط فضل يتهمها ان كلامها عن المسوخ اللي هيقتلوهم ده مجرد هلوسه عشان ما ضربتش مخدرات النهارده ساعتها لارين بتقول له اخرس يا بابا احنا مش تقصير وجع دماغ وبتدخل الحمام تجيب فوطه وميه دافيه عشان تنضف جروح ابي ساعتها بنشوف المسوخ وصل عند الكوخ وبيحاولوا يدخلوا وقتها لارين بتلاقي شباك الاوضه مفتوح فبتروح تقفله فجاه سمعت صوت صوصوي في, في الاوضه فنزلت تحت السرير تشوف في ايه ساعتها بيجي المسخ من وراها وبيدوس على ضهرها بقوه لدرجه انها نزفت دم من بقها في نفس الوقت الشباب لقوا حد بيخبط على الباب، فمارك راح يفتح لانه معتقد ان ابوه بيخبط، برغم ان ابي فضلت تقول له ما تفتحش، لانه فتح برضه ومش بيهتم بكلامها الغبي ده، وبتصدم جدا اما شاف المسخ في وشه، واخيرا يعني صدق كلام ابي عن اقتناعه، المهم المسخ هجم عليه وجرحه في جسمه بالمخالب، ولكن مارك قدر يفلت منه وراح جايب سكينه وفضلت عنه طعنات كتيره جدا، لحد لما بيقتله، بعدين بيروح للبنات يخبط عليهم عشان يدخل يستخبى معاهم في الاوضه ولكن ساعتها بيلاقوا المسخ الثاني خارج من الاوضه التانية ومعاه اللارين وبيرميها على الارض وبيصدر صوت كده وعن طريق الصوت ده بيظهر عدد كبير من الفئران وبيهجم على لارين وبيقتلوها ساعتها الشباب دخلوا الاوضه بسرعه وقفوا عن نفسهم لكن المسخ بقى كان بيحاول يفتح الباب بكل قوته هنا مارك بيقول للبنات انا هفضل قافل الباب وقال المسخ شويه على ما انتوا تنطوا من الشباك وتركبوا العربيه وتدوروها فعلا البنات نطوا وراحوا العربيه لكن بيكتشفوا ان الموسيقى دمروا المحرك بتاعها فقالي بتقول لورا ان عربيه كارا قريبه من هنا ولكن ما فيهاش المفتاح وبتخمن ان المفتاح ممكن يكون مع كارا وبتقول لها أنا لازم أروح المخبأ عشان أجيبه منها، وقتها بتشوف مارك ما قادر يقاوم المسخ، فسامي الباب وجري بسرعة عشان ينط من الشباك، ولكن المسخ صديقي بيدخل قبل ما مارك ينط وبيقضي من رجليه، فمارك زقه بعيد عنه ونط بسرعة، ساعتها البنات جم وأخدوه وراحوا استخبوا بعيد، هنا بقى أبي سابتهم وراح تجيب المفتاح من المخبأ، ساعتها مارك ولورا راح عند عربية كارة مارك كانت حالته اتدورت جدا وطلب من لورا انها تجيب الاسعافات الطبيه من العربيه اثناء ما راحت تجيبها بنشوف المسوخ هجموا على مارك ولفوا حوالين رقبته السلك شائك ودبحوه وبعد ما دبحوه واحد منهم داس على دماغه وفرتكها في مشهد مؤلم ساعتها لورا بتنهار وبتخاف جدا وبتجري جوه الغاب عشان تهرب منهم ولكنهم بيجروا وراها وبيصطادوها للاسف وفي الوقت ده ابي بيكون وسط المخبا ودخلت الاوضه اللي فيها جف الكاره وبدات تفتش في الجبهة عن مفتاح العربيه ولكنها مش بتلاقيه فبدات تتحرك في المكان وتفتش الاوض على امل انها تلاقي حاجه تساعدها وفي اوضه من ضمن الاوض دول بتلاقي شريط فيديو شغال وبيعرض تسجيل لاحد العلماء المجرمين وهو بيشوه جينات الاطفال وبيحولهم لفران وهنا الفوله بقى صديقي وهنعرف ازاي هم تحولوا العالم ده كان بيشرح تطور التحولات اللي بتحصل في جسمهم خطوه بخطوه هنا ابي حزنك جدا اما عرفت المأساة اللي عاشوها الاطفال دول بسبب شويه علماء مختلين عقليا حولوهم للشكل ده في نفس الوقت ده بنشوف لورا وصلت المستشفى بالسلامه والمسخ كان واقف في خيط له وبيعذبها ساعتها ابي بتيجي تضرب شو على دماغه كذا ضربه لحد لما بيقع في الارض وبعدين بدات تفك الخيط من على بق لورا وانقذتها وقتها بتروح تاخد من جيب ابوها علب الكبريت وقبل ما تخرج من الاوضه بتاخد مقص وبتطعن المسخ طعنات كتيرة جدا لحد ما بتخلص عليه وبكده اتنين منهم اتقتلوا مبقاش فاضل غير واحد بس وحيد ساعتها ابي اخذت لورا وخرجوا من الاوضه عشان يهربوا لكن بيلاقوا المسخ معاهم في الممر وبيشمشم عليهم فكل واحده منهم دخلت استخبت في مكان وبنشوف ان لورا استخبت في الحمام وللاسف المسخ بيدخل وراها وبيفضل يفتش عليها لحد لما بيصطادها ومسكها من رقبتها ورفعها لفوق وفضل خانقها وقت طويل جدا لحد لما بتقطع النفس هنا ابي بتيجي تطمن عليها اما بتشوف المنظر ده بتصرخ وبتطلع تجري وتروح تستخبى في اوضه فيها جدار ازاز كده وطبعا المسخ بيجري وراها كالعاده وبيقف صورها من وراء الازاز، هنا ابي قالت له انت مش شايفني بس ممكن تكون سامعني، بتقول انا عرفت الجريمه اللي حصلت في حقكم وان شويه مجرمين حولوكم لحيوانات وده شيء ضد الانسانيه بس برضه ده ما يديلكش الحق انك تقتل كل الناس الابرياء دول وبقت تعيط وترجيس بقى تمشي من هنا، ساعتها بنكتشف ان دورا ما ماتتش وبنشوفها حاجات من وراء وضربته بالحديد على راسه ورقدته في الارض، بعدين هي وابي بيروحوا القبو وبيبداوا يفضوا كل جراكن البنزين عشان يولعوا في المكان بكل اللي فيه. وقتها ابي عبرت للورا عن حبها ليها وتشكرها انها انقذتها ساعتها المسخ بيغفله يا صديقي وبيجي من ورا لورا فجاه كده وبيطعنها بمصوره حديد في ظهرها وللاسف بتموت المرض بجد ساعتها ابي فضلت تصرخ وتعيط من شده الحزن وسريعا كده ولعت عود كبريت وحدفته على الارض والنار مسكت في المسخ وولع حرفيا، اما ابي فجري بسرعه وخرجت بره المخبأ وفي اقل من دقيقه بوم المغبأ بينفجر بالكامل، هنا ابي بتمشي وهي حزينه وعندها صدمه بسبب كل الاحداث اللي مرت بيها دي، بس تفتكر صديقي الموضوع خلص على كده؟ لا والله وقتها بنكتشف ان المسخ لسه عايش وخرج من المخبأ يشمشم على ابي عشان يصطادها، وانا متاكد ان ال لايد مايز دول اسطورتهم مش هتنتهي بالصوره دي وممكن يتعمل لهم سلسله افلام زي رون تيرن كده بالظبط. متنساش انك تعمل لايك وانك تشترك وانك تفعل الجرس كمان عشان يوصلك كل جديد لان الجديد شديد صدقني. شوفوا الفيديو الجاي يلا سلام